ده الاوبتيمم، ولكن اقدر اقول ان العيان لما يوصل ضغط 190 هو مش هيحتاج برضه ايه؟ دراجز. ولكن لو الدنيا بقى زادت عن كده هيبقى عنده هايبر تنشن هيحتاج ايه؟ تمام؟ بيقسموا الهايبر تنشن انتو جريدز. الكوتين 2 السيستوليك والبايستوليك بلاد بريشر. ويقسموها انتو جريد 1 وجريد 2 وجريد 6. اللي هو جريد 1 لو العيان ضخمه جريد 1 يعني هنسميه انه عنده مايلد هايبرتنشن. لو جريد 2 هيبقى مودريت هايبرتنشن، جريد 3 سيفير هايبرتنشن. جريد 1 لما العيان يبقى ضخمه من 140 على 90 وهي دي ايه؟ الهايبرتنشن لغايه زودوا 20 سيستوليك و10 بايستوليك، ده كام؟ 160 على 100 ده مايلد. من 160 بقى على 100 زود 20 و10 ده كام؟ لغايه 180 على 110 ده مودريت. اكتر من 180 على 110 يبقى ايه؟ سيفير هايبرتنشن. ما حدش بقى ليه يقول لي طب لو واحد 160 على 100 اقول ده ولا ده؟ مش تمام. المفروض ده 100 ماينس 1 كمان. خلاص يعني انت كويس جدا يعني شو عامل؟ لا 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 لا. طب ايه رايك بقى لو واحد ضغطه 160 مثلا على 80 اهو ده السيستوليك الباستوليك بتاعه ايه؟ النورمال صح؟ النورمال كام؟ لغايه 90 صح؟ بس السيستوليك بتاعه عادي صح؟ يسموه ايه ده؟ يسموه ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. كانوا زمان ما بيردوش على الجول، مش مهم. مهم الباستوليك، الكلام ده غلط دلوقتي. اللي عنده ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن لازم يعالج. واشهر سبب بيعمل ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن هو الايه؟ الاسيرو سكليروزيس. بيزود البلد بريشر. تمام؟ الاستيستي بتاعت البيسز بتبوظ. تمام؟ وعشان كده تلاقي الناس الكبار في السن يبقى عندهم ايزوليتد سيستوليك هايبر تنشن، والناس دول هتلاحظ ان فيهم حاجه دي كاركترستيك. لا ما بقعدش واثق فيه وبيعملوا كده ومش عارفين. طب يعني ايه كده؟ عالي وضوطي. السيستوليك عالي والديستوليك بقى البلس بريشر عالي. البلس بريشر ما بيعلى قوي بيعمل حاجه اسمها وود. البلس بريشر عالي. طيب ساعات بقى بعض الناس الضغط العيان فيه يزيد عن 220 من بيتوب على 120 ولا 140. ايمرجنسي. لو لقيتوا البلاد بريشر اكتر من 220 على 140 دي ايمرجنسي. ايمرجنسي خدوا بالكم من حاجه هي مش مكتوبه دلوقتي بس هي مكتوبه بعد كده. فواحد ضغطه 220 على 140 ده خطر ولا مش خطر؟ ايوه طبعا. بيسموها ايه؟ كرايسيس. ماشي؟ يبقى امتى نقول على عيان عنده كرايسيس؟ ضغطه يزيد من 220 على 140 ويبقى عنده ايه؟ الدايستوليك اكتر من النورمال سيستم. الراجل ده ممكن يجي في العياده يقول لك ايه؟ انا حاسس ان انا دماغي تقيلة شوية. بس. اللي بيشتكي منه. في اسمه الضغط 220 على 140 مش مصدق نفسك.
ايشو تاني وانت اللي يجي لك الضغط هو اللي بيجي لك. ودي مشكله الهايبرتنشن ان مرض بذلك السيمبتومز. عشان كده يسموه بقى يقول لك القاتل الصادق. هو خطر جدا. اما لو سنانك فيها تسوس تمام ما بتنامش تاني يوم لازم تروح للدكتور ليه؟ عشان في بيه ما بنعملش اعراض. ممكن خد بالك كرايسيس ممكن تبقى ايمرجنسي وممكن تبقى ايمرجنسي. امتى نعتبرها ايمرجنسي؟ امتى نعتبرها ايمرجنسي؟ لو لقينا الضغط العالي ده بوظ اورجن بوظ اورجن نسميها امرجنسي. طب لو لقينا الضغط العالي ده لسه ما بوظش اورجن ها يسموها ايه؟ ايرجنسي. مين الاخطر؟ الايرجنسي ولا الايرجنسي؟ الايرجنسي. طب ايه الاورجنز اللي ممكن تبوظ من الضغط العالي؟ بصوا لو دي السيركوليشن كده هنلاقي ايه اللي ممكن يبوظ من الضغط العالي؟ كدني ولا الهارت. اول حاجه ممكن تبوظ الهارت ويحصل ايه؟ عرفت ايه؟ الحاجه الثانيه اللي ممكن تبوظ فاكرين الكدني ويحصل نيفرو سكليروز يعني رينال فيلير. وانا شرحت لكم الميكانيزم بتاعها الستريتش اللي بيحصل على الاوتوثيليال سيلز بتاعت الجلوميرولا. الحاجه الثالثه اللي ممكن يحصل في البرين باثولوجي يحصل ايه في البرين؟ اكثر حاجه بتحصل يحصل سيريبرال هيموريز ودي يسموها ستروك. ممكن تحصل مشكله في الارض في السيركوليشن نفسها يحصل ايه؟ انيوريزم. الاورتيك انيوريزم السبب الرئيسي سيبيها خلاص. دي يسموها ايه بقى في الفارماكولوجي او يعني في الميديسن يسموه تي او دي يعني ايه؟ تارجت اورجن دامج. تي او دي يعني ايه؟ تارجت اورجن دامج. ونيجي نسالك بقى امتى تقول على عيان عنده هايبر تنسيف امرجنسي لو ضغطه 200 اكتر من 220 على ايه؟ على 140 وعنده واحده من تي او دي. طيب امتى نقول عليها ايرجنسي؟ لو ما عندوش تارجت اورجن دامج. اللي مكتوبه عندكم هي هايبر تنسف انكيفالوباثي. طب اللي كده عنده انكيفالوباثي يعني المشكله حصلت فين؟ في البرين. يبقى دي ايرجنسي ولا ايمرجنسي؟ هل هو ده مظبوط؟ علشان الكلام ده هنسميه دي بعد كده الحصه الجايه. يبقى انت الكرايسيس نوعين ايه؟ ايرجنسي يا ايمرجنسي. امتى تقول كرايسيس 220 على 140 اكتر من كده؟ يعني بقى الدايستولوجي عنده اعلى من نورمال سيستم. امتى نعتبرها ايرجنسي؟ لو مفيش تارجت اورجان دامج. امتى نعتبرها ايمرجنسي؟ لو حصل معاها تارجت اورجان دامج العيال بتجيله هارت فيلير دي مشكله في الكلى مشكله فين؟ في البرين انكيفالوباسي او حصل له بالسجن الاروس اتفقنا؟ طيب نيجي بقى للمجانين بتوع الباثولوجي. ايه يا عم الايتيولوجي بتاع الهايبرتنشن؟ انت كلام بقى باثولوجي قالوا لنا بقى الهايبرتنشن بتوع الباثولوجي بيقسموه نوعين برايمري وسيكندري. برايمري ايديوباسيك في نص الباثولوجي ايديوباسيك بسبب ايه؟ رانك ان فاميليز العيان بيجي له هايبرتنشن وهو صغير في السن وما عندوش سبب واضح. اما احنا عارفين الايه؟ الميكانيزم بيحصل ازاي؟ وعارفين الايه السبب؟ جينيتيك فاكتور. ده حاجه واضحه يعني. ولكن بيسموه برايمري هايبرتنشن او ساعات بيسموه اسينشال هايبرتنشن. ده از نوت كيوراتيف. يعني ايه مش كيوراتيف؟ الكلام ده كيف ولكن هياخد طول عمره الادويه بتاعت الهايبرتنشن.
كيوراتيف ولا سيمتوماتيك؟ سيمتوماتيك. عشان يضيع سيمتومز هو الهايبرتنشن عنده سيمتومز عشان تأفويد التارجت اورجان لو سمحت. اذا الهدف في علاج الهايبرتنشن مش يضيع سيمتومز وساعه نسميها سيمتوماتيك عشان نتعلم ما تخففش البرايمري هايبرتنشن، ولكن اكشولي انا بقلل الضغط تو ذا نورمال الهاي نورمال او احسن الاوبتيمم عشان امنع حدوث التارجت اورجان دامج. واحد ضغطه عالي وما عرفتوش بعد 20 سنة لازم يخش ان حاجة من الثلاثة دول ولا أربعة أشهرهم الهارت فيلير، بعد كده رينال فيلير، وهو لايبل بقى لو كان لو في بعض الناس من لايبل يجيله ايه؟ ستروك. اتفقنا؟ في نوع بقى تاني من الهايبرتنشن اسمه ايه؟ سكندري هايبرتنشن. سكندري ايه؟ ده بقى كيوراتيف ايه؟ ليه سبب واضح؟ يا اما يكون سكندري لمرض ديزيز، فلو عالجت المرض هيكف الهايبرتنشن، او ممكن يكون سكندري الادويه اللي العيان بياخدها، فلو وقفت الادويه دي الهايبرتنشن هيقف. فمين هو بقى الكيوراتيف هايبرتنشن؟ برايمري ولا سكندري؟ السكندري. زي ايه؟ في سم ديزيزز تبقى فيها هايبرتنشن. انتوا كلكم عارفين الفيلم كروموسانتوم ده سكندري هايبرتنشن، وكلنا عارفين لو العيان زاد عنده الكورتيزون في جسمه عشان حصل تيومر في الادرينال جلاند يسموها ايه؟ غير بقى في كروموسانتوم ده تيومر في الادرينال مضلل، ولكن ممكن يحصل تيومر في الكورتكس. العيان يجي له حاجه اسمها كوشن سندروم. الكوشن سيندروم كورتيزول كتير يرفع الضغط. الفيكروسايتوما كاتيكولامين كتير يرفع الضغط. الاثنين برايمري ولا سكند؟ سكند كيوراتيف ولا مش كيوراتيف؟ كيوراتيف. وممكن يكونوا ده سبب مشهور العيان يكون عنده هايبرتنشن ديو تو كيدني ديزيز. واشهر مشكله في الكلى تعمل هايبرتنشن لو العيان عنده رينال ارتري دلوقتي بيعالجوا لينا الارتري ستينوزس بيركبوا فيه قسطره ويحطوا ستنت زي بتاعت الارض عشان تحسن ايه؟ الستينوزس وتمنع الهايبرتنشن اللي بيحصل نتيجه الرينال ارتري ستينوزس. ودي منتشره جدا ممكن تكون سكند الايه؟ الاوليه. بس بصراحه يعني بصراحه مش معقول عيان ضغطه اوبتيمم ياخد ادويه يجيله هايبرتنشن. غالبا العيان ده ايه؟ على شاسع خوفر على الحروق هو ماكسيموم نورمال فما جه خد الدواء عمله هايبر تنشن. ايه الادويه اللي بتعمل هايبر تنشن؟ اي دواء ستيرويد شبه الالدوستيرون كورتيزون شبه الالدوستيرون. السكس هرمونز بتاعت التنين ها؟ دول شبه الاندروجين خالص، والاندروجين شبه ايه؟ الالدوستيرون، فبرضه يرفعوا الضغط. ودي موجوده في الاورال كونتراسيبتيف فيز. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الاورال كونتراسيبتيف فيز او سي بي حبوب منع الحمل. دي فيها استروجين وبروجستيرون. والاثنين دول بيعملوا صوديوم ووتر ريتنشن عشان ليهم الدوستيرون لايف اكشن والكورتيزون نفسه. والام اس اي طب ليه؟ الام اس اي دي ما بتديش لايف اكشن. براستك لا الام اس اي دي يعمل عشان كده
حد فاكر ليه قلنا تكتبني ان ان سعيد من الصوت للروبوت ريتنشن ان سعيد ده البروستر لاند كان عامل فوق ايه راس بلاش فوق فيها البروستر لاند كان بيطلع عيني الانتنسي وعامل افتح راس بروستر فلو انت ضربت البروستر لاند من ان سعيد فوق ايه تحت ايه فالانترابلوم بس لا مش فيش قوي يعني الانترابلوم بريشر يقل حاجه بسيطه فيقل الشي اف ار فيزيد الصوت للروبوتر يابزورشن فروم بروكسيمال فروم اليوتيوب يعني عايزين تكتبوها هنا تكتبوها عشان دي مهمه جدا كام حته نكتبها فيها ال ان سعيد يقلل الاوت ستيرو ينفع البوتاسيوم وبيعمل صوديوم ووتر ريتنشن عن طريق انه بيقلل الشي اف ار ليكويس العيال السوس فاكرينه؟ لو قلت له العيال السوس ده بالادويه اللي ليها الحاجات اللي بتتشرب اللي ليها الكوستير لايف وعشان كده بتعمل هايبو كلمه ليكويس عيال السوس فاكرين العيال السوس؟ اه وحليب وبرده طعمه زي الزفت تاني لا حلو تمام؟ طيب النيزل دي كونجستر اللي جدع يقول لي ليه النيزل دي كونجستنت ترفع عشان النيزل دي كونجستنت كلهم بصمه معظمهم الفا 1 اجونست فيهم بنايل افيتلين او فيهم سوتو افيتلين او نفسهم حتى انا مش كذاب بس زي ما قلت الشفا حتى الحاجات اللي فيها صوديوم كتير ما تاكلش من الاكل فيه صوديوم كتير هتقول لي طب هو في ادويه فيها صوديوم كتير ما تشربيش ماده اه فاكر ايه؟ هي مش هتيجي على دماغك خالص اي دواء تشربه فوار اي دواء عشان اعمله فوار اي دواء عشان اعمله فوار لازم احط عليه صوديوم بايكربونات اي دواء عشان اعمله فوار فوار يبقى فوار ما تحطش عليه فوار بيفور كده عشان بيطلع كربون دايوكسيد فلازم يكون حاطين عليه صوديوم بايكربونات صوت فاول واحد فاول ست كده انا هنبقى ماشي الاسي الزيادة دي سستين ايه الاستراتيجي بتاع العلاج بتاعه ايه؟ أول حاجة لازم محدش يفكر خالص في الأول يدي دراج ولكن في الأول دي حاجتين معظم الدكاترة بيسوا ايه هما؟ لازم تو ايفالويت أو يعني تو سيرش فور كوز للهايبرتنشن انا ما اعرفش العيان ده عنده وش تايب هايبرتنشن برايمري ولا سكندري اول حاجه بساله بقول له هو في حد من اهلك ايه باباك او مامتك عندهم هايبرتنشن لو حد من اهله عنده هايبرتنشن من الريلاتيفز القريبين منه غالبا هيطلع برايمري ولكن لازم ادور على السبب من هايبرتنشن
لو عرفت السبب تقدر تختلف تماما وتتعالج السبب وتقدر. والله لو عيان عنده تيومر عامل له هايبرتنشن شيل التيومر، لو عنده دروب ياخد دراجز هو الرفاهيه والضغط وقت الضغط كويس. الحاجه الثانيه اللي لازم تتسيرش فور، هل العيان ده جاله تارجت اورجان دامج ولا لا؟ العيان ده لازم نعمل له شوف الهارت اخباره ايه؟ بجد قوي اللي بيعرف الهارت ايه؟ ده بيعمل حاجه اسمها ايكو، الايكو والالترا ساوند على الهارت. اتفقنا؟ تشوف الكيدني فانكشن. يعني بقى كرياتينين والكلام بتاع الكيدني فانكشن. تشوف العيان ده جاله اي ساينز اوف لاترالايزيشن. لاترالايزيشن؟ لا تعليق. تشوف الهارت وتشوف الكيدني. يعني ايه؟ يعني مثلا عيان فوق معروف حاجه بسيطه. الكلاش ده معناه ان حصل سيريبرال هيموج وحصلت له ايه؟ حته بتضغط على حاجه او بتلعثم في الكلام اي حاجه. تمام؟ طيب بعد كده تدور على كمان اي ريسك فاكتور بيزود التارجت اورجن دامج. فاهمين قصدي ولا لا؟ هو في الاول بتدور على السبب. تاني حاجه بتدور على هل الضغط العالي ده بوظ حاجه في الجسم ولا لا؟ كان عامل تارجت اورجن دامج ولا لا؟ طب لو ما حصلش ما لقيناش كله مظبوط، تدور على السبب ممكن يعمل تارجت اورجن دامج غير الهايبرتنشن. فاهمين قصدي ولا لا؟ فلازم ندور على حاجات احنا عارفين انها مع الهايبرتنشن بتزود التارجت اورجن دامج. زي ايه؟ سموكينج، اوبيزيتي، دايابيتس ميليتس، هايبر ليبيديميا. دول بيسموهم الريسك فاكتورز مع الهايبرتنشن يعملوا تارجت اورجان دامج اسرع. فمثلا وانتوا خدتوا مثال العيال اللي عنده دايابيتس وهايبرتنشن يحصلوا بسرعه ايه؟ ها؟ يحصلوا نيفروباثي اسرع كتير جدا ويجيله جلوميرولوسكليروزس اسرع. تمام؟ اللي جاي عيون لغايه دلوقتي عملنا ايه للعيان ده؟ عملنا ايفاليويشن ليه؟ قبل ما تاخد قرار تديله ادويه. لو سمحت ايفاليويت سبب هايبرتنشن، ايفاليويت اي تارجت اورجان دامج حصل له، وندور على الريسك فاكتور. صح؟ نعمل ايه بعد كده؟ نعمل له حاجه بنسميها لايف ستايل موديفيكيشن، تغير له في طريقه حياته، في طريقه اكله وشربه. واللي جاب يقول لي الهدف منها ايه؟ تقلل الريسك فاكتورز بتاعت التارجت اورجان دامج. انت هدفك الاساسي انك تقلل ايه؟ الضغط ولا تقلل التارجت اورجان دامج؟ التارجت اورجان دامج هو ده اللي بيعمل مورتاليتي ريت، هو ده اللي بينمو. فاهمين قصدي ولا لا؟ الضغط لو عالي وبس، عالي وبس مش هيبقى. ومشكلة الضغط العالي بيبوظ حاجة تموت. فأنت عاوز تقلل المورتاليتي ريت، فأنت عاوز تمينيمايز التارجت اورجان دامج. فبتدور على الريسك فاكتورز وتحاول تقلله. دي بيسموها ايه بقى؟ لايف ستايل موديفيكيشن. حد يقول لي بقى نعمل له ايه ده؟ ايوه الظروف. ولو عنده اوبيس ولو اوبيس يعني اوبيس تعالج الاوبيس. تعمل كنترول كويس جدا للدايابيتس وتخليه عشان تحسن له الدايابيتس يعمل ريجولار ماسكولار اكسرسايز. ودي الحاجه الوحيده اللي تم اثباتها ساينتفكلي. فايده من الفوائد مهمه جدا للنشء انه بيمبروف السنسيتيفيتي بتاعت الانسولين ريسبتور. ده مفيش كلام فيها خالص. كلنا متاكدين دلوقتي الناس البري دايابيتك لو انت اقنعتهم انهم يعملوا ريجولار ماسكولار اكسرسايز، مش هتقول له روح العب بوكس ولا العب كونفو فايتنج، لا هتقول له اتمشى.
امشي بس ايه ما يتمشاش في سيت ستار لازم يبقى عامل حسابه لازم يمشي والنت واول ما يجي لك ايه تعرف انك ماشي بتاعك نظيف اول ما يجي لك شويه تشرب ايه عشان وجود صوديوم في الاكل كتير يساعد على الكونتراكشن في الجسم يساعد على الصوديوم والووتر ريتينشن لازم تقلل له الساتوريتد فات وتعوضه بشويه بولي انساتوريتد فات البولي انساتوريتد فات هو الاويل بس مش معنى ان احنا ناكل زيت كتير في ناس بتتخيل ولا ترى السمنة خطر بس الزيت مش خطر اشرب كل يوم ازازة زيت لا طبعا هي فكرة الزيت انك تريبليس السمنة والفات بالزيت يعني زيادة الزيت مش مفيدة برضو وحش يمكن اللي زيادته مش وحشة قوي الاوليف اويل وزيت الزيتون بس برضه الكلام ده عليه كده كلام كتير يعني شوفها كتير من الوقت خلاص اللي جدع ده انت بتظبط له اكله ايه؟ تقلل الفات علشان الاثيروسكليروسس مشكله كبيره جدا لو عيل جاله هايبرتنشن واثيروسكليروسس التارجت اورجان دامج السؤال بقى احنا هنعمل لايف ستايل موديفيكيشن ليه؟ اللي عنده مايل ولا مودريت ولا سيفير اللي عنده ولا ما عندوش تارجت اورجان ده الاثنين من باب اولى اللي عنده تارجت اورجان ده مش يعمل لايف ستايل موديفيكيشن نعمل اي حد عايز ابتدى يعلى ماي مودريت سيفير عنده ما عندوش تارجت اورجان دامج كان نقطة يعني يا دوبك بقى ماي في حاجة لازم اعمل له ايه؟ لايف ستايل موديفيكيشن اي ويل بي فيري اجريسيف في اللايف ستايل موديفيكيشن لو ابتدى يجيب تارجت اورجان دامج بس هي الفكرة كبيرة اتلخبطوا ليه؟ كنت قصدكم غالبا يعني ان انا بعمل لايف ستايل موديفيكيشن بروفلاكتيك انت الون زاوت راس دي بقى في حالات المايند اللي ما عندوش تارجت اورجان دامج لكن العيان اللي عنده تارجت اورجان دامج او عنده مودريت او سيفير هايبرتنشن هتعمل لايف ستايل موديفيكيشن وهتدي له دي او اي دراجز يبقى اللي جدع تقول يمين يعمل لايف ستايل موديفيكيشن كله بس الون فين؟ بالماي ما عندوش تارجت اورجان دامج صح؟ طيب ويز دراجز في البيت مودريت وسيفير او عيان عنده تارجت اورجان دامج واحد الكلى بتاعته بايظه وضغطه 140 على 90 142 على 91 حتى 140 على 90 قلت له يا عم ده فيري مايد هايبرتنشن بس عنده ايه؟ الكلى بتاعته بايظه صح؟ يعني عنده تارجت اورجان دامج ده لازم اخلي له ضغطه على 140 تخيل لازم اخلي له ضغطه يا 120 على 80 ولو خليته كمان 110 على 70 احسن فاهمين؟ اما واحد ضغطه 150 على 95 وما عندوش اي تارجت اورجان دامج ممكن اقول له اعمل ايه؟ لايف ستايل موديفيكيشن او ما يعمل اكسرسايز ويظبط اكله والجسم بتاعته تاكل اكل. تفهمت؟
اللي هو عصب الانتظار. لو بدا يعمل بقى مودريت او سيفير هايبرتنشن او عنده تارجت اورجان داكش هتعمله لايف ستايل مودفيكيشن احنا قلناها ولكن كل اربع سنين في حاله اسمها الانترناشونال هايبرتنسيف سوسايتي. كل الناس اللي بيعانوا هايبرتنشن دكاتره كبار زيكم كده هو السوسايتي دي بيقعدوا يتكلموا مع بعض ايه الاخبار اللي هتنزل حلو بتاعت الهايبرتنشن مش ايه اخبار اكوردنج تو الابحاث اللي هو الكلينيكال ترايلز. الكلام ده هتاخدوه في الكلينيكا فارماكولوجي بعد نص السنه ان شاء الله. مين بقى الادويه اللي متسجله؟ اتفقوا اخر كلام بس غالبا الكلام ده هيتغير السنه الجايه، السنه الجايه هتكون مش عاملين له اربع سنين، كل اربع سنين بنغير الادويه بتاعت الهايبرتنشن احنا بنتفق عليها مونو ثيرابي. اللي جاب عليهم يعني ايه مونو ثيرابي؟ احلى دواء دلوقتي هتكون من اربع سنين لغايه دلوقتي هو الثيازايد. كانوا قبل الاربع سنين دول الثيازايد ده كانوا بيرمينه في الزباله وقالوا ده مش حلو. دلوقتي بقى نمبر 1 زي ما زمان كانوا بيقولوا مش تابس حلو يبقى تبقى تحت خالص. الكلام ده بيعتمد على ايه؟ احنا بنشوفه كلينيكال الناس اللي بياخدوا الدواء ده بيتحسنوا ولا لا؟ اتفقنا؟ السازاي بس لازم يكون لو دوز. نمرة اتنين البيتا بلوكرز بس لازم ما يكونش ليه انترنسك سيمبراس ومايميتيك اكتيف. واكتبوا جنبيه كده يفضل ان يكون كارديو سيلكتيف. يفضل بس مش ضروري، يعني ممكن استخدم دواء نان سيليكت لعلاج الهايبرتنشن بس بلاش نستخدم ايه؟ اللي ليهم انترنسك سيمباس ومايميتيك اكتيفيتي وانتوا واخدين واحد بس. فاكرينهم؟ اللي كان فوق في النص ده والاثنين دول. اتفقنا؟ انا مش عارف. نمره ثلاثه الكالسيوم شانل بلوكرز بس لو سمحت لازم يكون لونج اكتنج. بتقول لي ذهب ولا نون ذهب؟ اي حاجه. بس الذهب احسن في الهايبرتنشن. اتفقنا؟ يعني نستخدم دواء كده اند لونج اشهر واحده لونج اكتنج ذهب. نمره اربعه الاي سي انهبيتورز طبعا مهم جدا في علاج الهايبرتنشن. ولو العيان خد الاي سي انهبيتور وما قدرش يستحملهم واللي جاي يقول لي مش هيقدر يستحملهم ليه؟ هيجي له كحه فممكن نستخدم بدالهم الارابيس. دول فقط اللي ممكن استخدمهم مونو ثيرابي. ومثال السؤال ينفع الترانزوسين لوحده دلوقتي مونو ثيرابي في علاج الهايبرتنشن؟ ينفع الكلونيد لوحده في علاج الهايبرتنشن؟ لا. ينفع الالفا ميثايل دولا؟ لا. ولكن احنا عارفين الالفا ميثايل دي والاستخدام. الهيدرولازين لاستخدام. صح؟ مش عارف المايكروبوسايد لاستخدام تاني. في حاجات مش
الأدوية اللي احنا بنستخدمها كومنلي في علاج الهايبرتنشن اس بولوفير. لو خدت دواء واحد من دول وما جابش نتيجة اعمل له كومباينيشن مع دواء. فمثلا دي في السوق كتير جدا كومباينيشن بتوين الثيازايد والبيتا بروفير. ثيازايد اي سي دي وحتى دلوقتي طلعنا احنا طلعوش لسه ما ينزلش مصر لكن في بره دواء في ثيازايد واي سي انهبيتور وكاسب شهر في دواء واحد. تأمين قصدي؟ حال هنبتدي كومباينيشن ولا نبتدي المونوثيرابي؟ أكتر دواء بيحصل له كومباينيشن وذ أذر دراجز هو مين؟ الثيازايد. هيتاخد مع ده، هيتاخد مع ده، هيتاخد. اتفقنا؟ لو حد منكم يسمع الأدوية في دواء مشهور اسمه كابوزايد. كابتوبريكو سايزايد. في عندنا كونكور وكونكور بلس. في دواء بلوكر وسايزايد. طب السؤال بقى تختار مين من دول؟ على ايه؟ على حاجات كتير قوي. اول حاجه على الايج، على السكس، على الريس، على الاذر ديزيزز اللي موجوده. اقول لكم على امثله بس. الايج ازاي يعني؟ ذمتك لو عندك دواء بيعمل سيكشوال ديسفانكشن ودي حاجه لازم تعرفوها، مش هيبقى حلو انك تختاره في واحد صغير في السن، صح ولا لا؟ ممكن المريض ما يرضاش ياخده عشان عمله ايه؟ سيكشوال ديسفانكشن، صح؟ ولكن لو عيان عنده 80 سنه مش بدعي ايه؟ مش بدعي ايه؟ مش بدعي ايه؟ مش بدعي ايه؟ هو ده الكلام الصح. خلاص؟ طيب. برضه يكون واحد صغير ويديله نون سيلكتد بيتا بلوكر مش هيبقى مبسوط قوي منك ليه؟ سيبك من السكشوال ديسفانكشن. كلنا عارفين النون سيلكتد بيتا بلوكر بيعملوا فتيج، صح ولا لا؟ والعيان ده اهو صغير في السن فالمفروض تبقى حركته كتير ويشتغل ويكسب ويجيب فلوس ويتجوز في الاول. لما واحد كبير بقى في السن وابتدى يقعد في البيت مش فارقه بقى يبقى عنده تأمين الزراعي. ده الفكره. طب السكس؟ اه طبعا. ممنوع منعا باتا تدي الاي سي انهبيتور في واحده ست حامل، صح ولا لا؟ ليه بقى؟ ستراتوجينيك ديتوكس بتديها الفا مستانتو اختيار هنا اكوردنج تو ايه؟ يا ستي دي واحدة ستة ولا واحدة؟ خلاص؟ الريس. الريس ده بقى مهم ولكن قبل ما أقول لكم الريس هنقول الديزيز. أقول لكم حاجة سهلة قبل ما أخدها بالتفصيل. بذمتك لو عيان عنده هايبرتنشن وبرونكيال أسيد هو مشكلة الهايبرتنشن إنه بيحب اللمة ما بيجيش لوحده. مرض في ناحية تانية. العيان عنده هايبرتنشن ويز برونكيال اسيد تحب تديله احسن بيتا بروكوز ولا كالسيوم شاهد؟ كالسيوم شاهد فوكس البيتا بروكوز كان برونكوسبازم. حتى لو خدت دواء ضد سيليكتيف ما اقدرش احلف انه مش هيعمل لي برونكوسبازم، انك لو زودت بسرعه حاجه بسيطه هيدوس السيليكتيف. اما كالسيوم شاهد فوكس برونكو دايليت بيريلاكس الايه؟ بروكايت هيديله تحت. تمام؟ في الايدج واحد كبير في السن يديله سايزايد عشان الكالسيوم اللي بيرجع في بلاس اخرين يسبورت الاوستيوبروزس اللي عندي وهكذا. الريس بقى حاجه غريبه شويه. الريس هو ايه؟ السلاله؟ السلاله يعني عندنا العرق الاعراض. طب هقول لك ايه يا معلم؟ ايه؟ دي مش مكتوبه بس مهمه جدا. هنكتبها سهله. الريس دي البلاك والوايت. طب احنا ايه؟ حتى ما لناش ريس. هتقول لي في ناس كتير. لا. كوكيزيان. طب كوكيزيان ده ريس ده كله على بعضه. مفيش ديوبليكيشن في الجينات بتاعتي عشان احنا بقى ميدل بقى والكلام الاول ده.
منتقل الحضارات. سكندنافيا اريا مثلث النيل خالص دول واشنطن، تنزل تحت في افريقيا دول البلاد. احنا خلطبيطه، احنا حلوين قوي في الادويه اللي كل ادويه بتنفع، ولكن في ادويه معينه للبلاك وادويه معينه للبلاك. حاجه جميله قوي، دي حاجه غريبه عشان كده مهمه ولازم تعرفها. الهايبرتنشن ليه علاقه بالريس؟ مين بيجي له هايبرتنشن، البلاك ولا الوايت؟ وايت 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 الاثنين، بس الوايت اكتر. انتوا ليه عم تقولوا ده ولا ده؟ ده واحد مفيش فرصه مفيش فرصه برضه. ولكن نوع الهايبرتنشن مختلف. ليه عم تفرق نوع الهايبرتنشن؟ ان الكدني جينيتيكالي مختلفه بين الاثنين. ازاي؟ الناس البلاك الكلى بتاعتهم ليها قدره غير عاديه، تريد ابزورب الصوديوم والماي. الوايت جينيتيكالي الكلى بتاعتهم ما بتسحبش صوديوم والماي بسهوله، اللي عندها قدرتها على الري ابزورشن والصوديوم والبوتر هي اللي صح؟ اللي جت عليهم مين فيهم يجيله هايبرتنشن؟ اللي هيقول لي الاثنين هيقول لي الوايت ازاي يجيله هايبرتنشن؟ بصوا بقى، وي هاف تو تايب هايبرتنشن، نوع بنسميه سولد ريتينينج، ده اللي بتكتبوه بقى هايبرتنشن. واللي جاي يقول لي السولت ريتينينج، ليه بقى بنقولوه في البلاك؟ ان الكلى بتاعتهم بتريتين صوديوم وميه بسهوله جدا. خلاص؟ اما النوع ده الوايت بقى يبقى عندهم حاجه اسمها ايه؟ سولت لوزينج هايبرتنشن. فسألت السؤال واللي جاب مين فيهم مفيش داعي ان الرينال يزيد، بالعكس الرينال قليل؟ الوايت. ها النوع ده ولا النوع ده؟ هو امتى الرينال يزيد؟ هو ليه كده بتطلع الرينال؟ عشان تسحب الصوديوم والميه، صح ولا لا؟ لو الكلى بتاعت المريض ده بترجع صوديوم وميه بسهوله جدا، هل في داعي ان الرين يطلع؟ لا. فتلاقي العيانين الفلاني مع ان ضغطهم عالي، بس تلاقي عندهم ايه اللي الرينين، فيسموا النوع ده لو رينين هايبر. ولكن الوايت البيور وايت الجيل خالص اللي هو بتاع سكندنافيان اريا والدولك دول بتلاقي عندهم الكلى بتلوز بسهوله جدا، الاملاح السولز، ويا عيني الكلى بتاعتهم قاعده تطلع ايه؟ رينين عشان تسحب ايه؟ الدوستيرو، تطلع رينين عشان تسحب الدوستيرو، قصدي عشان تطلع الدوستيرو عشان تسحب املاح، وهي مش عارفه الاملاح قاعده تنزل والرينين قاعد يعلى. الرين اللي بيعلى ده هو اللي بيرفع لهم ايه؟ الضغط، يبقى اسمهم هاي رينين هايبرتنشن. يبقى اللي جاب يقول لك بقى احنا بنقسم، ودي اهم تقسيمه للهايبرتنشن، يبقى الفارماكولوجي سولت ريتينينج هايبرتنشن في البلاك، وده له رينين هايبرتنشن. والنوع الثاني سولت لوزينج هايبرتنشن، وده للوايت، وده هاي رينين هايبرتنشن. اللي جدع بيقول ايه؟ مين الدواء بالمخ كده؟ مين الدواء الحلو من دول؟ اللو رينين هايبرتنشن. الناس اللي عندهم صوت ريتينينج، تعمل صوديوم ووتر ريتينشن والرينين عالي، الرينين واطي. دايركت؟ على طول.
دول دايوريتيك سيرزايد. اما في الهاي رينين هايبرتنشن في الهاي رينين بيديله دايوريتيك، هو عنده الجسم سودر وميه، هو عنده رينين عالي، والرينين العالي ده هو اللي رافع له ضغطه، يبقى مين احلى هنا بقى؟ الاي سي انهبيتور والبيتا بلوكر. والبيتا بلوكر بتقلل الرينين، والاي سي انهبيتور بتضرب الرينين خالص والرينين هاشتنسن سيستم. فلو جالك واحد في العياده ابيض خالص تبتدي بايه؟ بيتا بلوكر اي سي انهبيتور. اما لو لقيت واحد اسود خالص سايزاي، طب واحد انهي؟ في ناس عملوا ابحاث كده يقول لك لو واحد درجه بقى انهي ده معناه انه يميل للسمره ولا السمره. يعني هو ايه؟ هو مش اسمر قوي ولكن ايه؟ هيقلب على سمار. سايزاي يديله ايه بقى؟ سايزاي بيتا بلوكر. شوف سايزاي بيتا بلوكر او سايزاي اكسي. يبقى اللي جاي الهايبرتنشن نوعين، اللي هم الناس الكبار في السن، لا بلاش الكبار، البلاك لورين الهايبرتنشن، الوايت. انا بتكلم بجد، اسمعني بقى، ويا عيني تلاقي عيانين لورين هايبرتنشن وقاعدين يدفعوا اي سي دي، يجيب لهم كحه اي سي دي، يقول لك وقع اي سي دي، فخد قرص، صرف 100 درجه، خد معاهم بيتا بلوكر، بس تخيل بيتا بلوكر وما فكروش يقول له اسمه ايه؟ الرينين. ولو لقينا الرينين واطي ها؟ بيتا بلوكر والاي سي نفسه مش هيجيب لك حاجه. اول دواء ده الوحيد اللي احنا ناخده، وكل الكلام اللي فيه انتوا واخدينه. الفينوس ريتير، لو قللت الفينوس ريتير
فاكرين ما قلت لكم ان في ميكانيزم مهم جدا دلوقتي اكتشفناه السايزايد، ده مكان السايزايد يبقى مهم وتحط اول واحد في المنتج. في بامب عندنا بتطلع الصوديوم وبتدخل البوتاسيوم، بتشتغل بالاي تي بيز، صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. مين كان بيضربها؟ الديجيتاليز. طلع ان في هرمون في جسمنا بيضربها. فهم مسمين هرمون ده ايه؟ ديجيتاليز لايك هرمون. لو قلت لك ان السايزايد بيقلل الديجيتاليز لايك هرمون ده هيعمل ايه في البامب دي؟ شغلها ولا يبوظها؟ شغلها. فالصوديوم هيطلع بره كتير. ولو انا طلعت الصوديوم من بره السيل زودت الصوديوم اكتر مش هيحصل بسهوله ايه؟ ديبولاريزيشن. طب انت ليه خايف من الديبولاريزيشن؟ عشان الديبولاريزيشن هيدخل كالسيوم ويعمل فازوكونستريكشن. فيبقى الثيرازايد باي ديكريزنج الديجيتاليس نايتر لود هيزود الصوديوم ايه؟ انفلكس ولا اوتفلكس؟ اوتفلكس هيساعد على الفازوكونستريكشن. السؤال بقى هو مين اللي دخل السايزايد؟ يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي قلناهاش. مين اللي خلى السايزايد يقلل الديجيتال سلايد هرمون؟ خدوا بالكم من الحتة دي انه قلل ايه؟ الفوليوم اوف لاف. وانا هكتبها لكم في الرسمة تحت دي وعليها مهمة تحت خالص على اليمين اهو صفحة 4. صفحة 4 يا دكتور صفحة 4 تحت خالص على اليمين دي رسمة أنا كاتب آخر سطر فيها إيه؟ انشر انشر ديجريز إن بلاد فوليوم. أصل طلعت بي في دي تطلع ممكن تمشي بلاد فيسلز بلاد فوليوم معلش تبقى بلاد فوليوم فبقلل البلاد فوليوم لأسباب مش هقولها بيطلع ايه؟ بيحصل تأثير على الديجيتال سلايد هرمون، كل ما بيقل بيحصل انهبيشن للديجيتال سلايد هرمون. ليه دي مهمة المعلومة دي؟ وممكن يبقوا رخمين في الامتحان. يقول لك أهم ميكانيزم عن طريقه الثيرازايد بيقلل ده. إنه بيقلل الفينوس ريتيرن ولا بيقلل الديجيتال سلايد هرمون ها؟ ولا بيقلل كل الوزارة. الفوليوم اوف بلاد هو اللي بيقلل الفينوسيتات وهو اللي بيقلل ايه؟ الديجيتاليس مايكرو. حلو؟ طب احنا في الكدني خدنا استخدامات السايزايد. لو تفتكروا استخدامات السايزايد الهايبرتنشن والمايل اديما بتاعت الهارت فيلير وفي النيفروجينيك تايب اوف دايابيتس انسيردس وفي الايديوباسيك هايبرتنسوريا. ولكن احنا النهارده هنتكلم على استخدامات السايزايد في الهايبرتنشن. امتى نستخدم السايزايد ان هايبرتنشن؟ ولو سمحت لو افترضنا الجدل ان اخر السنه جالكم سؤال حسي قالوا لكم اتكلم مثلا على الميكانيزم الانديكيشنز اوف سايزايد. السؤال يعني مثلا 10 درجات. ما تقولوش بقى هايبرتنشن تسكت. ها؟ في الهايبرتنشن استخداماته في الهايبرتنشن اللي انا هقولها دلوقتي. اتفقنا؟ بيقسموا استخدامات الثيازايد وادويه ثانيه كتير قوي في علاج الهايبرتنشن لتو تايبس. لو طبعا كلهم في الهايبرتنشن. لو العيان عنده هايبرتنشن بس وبنسميه uncomplicated hypertension. ولكن لو العيان عنده هايبرتنشن ومرض تاني ماشي هنسميه ده ايه بقى؟ complicated hypertension. هايبرتنشن مثلا ودايابيتس ميليتس ده ايه؟ كومبليكيتد هايبرتنشن.
هايبرتنشن with ischemic heart disease يبقى برضه كومبليكيت. هايبرتنشن مثلا في اوستيوبروسيس برضه ده يعتبر كومبليكيت. في بقى من استخدامات السايزايد انديكيشنز الهايبرتنشن تقلل وتخموا كلام في استخدامات السايزايد الهايبرتنشن بتقلل المورتاليتي ريت. ولو السايزايد في علاج الهايبرتنشن قلل المورتاليتي ريت يسموا الانديكيشن بتاعت السايزايد الهايبرتنشن ده كومبيلينج انديكيشن. فاللي جاي اقول يعني ايه كومبيلينج انديكيشن؟ الانديكيشن بتقلل المورتاليتي. هو ليه هتقلل المورتاليتي ريت من الهايبرتنشن؟ بتقلل مشاكل الهايبرتنشن زي الستروك، بتقلل المشاكل اللي بتحصل في الهارت وهكذا. في استخدامات لو استخدمت فيها السايزايد ما بيقللش المورتاليتي ريت. ماشي؟ ايه هما الكومبيلينج انديكيشنز اوف سايزايد؟ تعيان عنده هايبرتنشن. إذا الهايبرتنشن اسوشيتد ويز حاجة من الاثنين، دايابيتس ميليتس اسكيميك هارت ديزيز. هاو بقى الكلام ده؟ أنا بقول أهو من أربع خمس سنين كنا بنقول الدايازايد ممنوع في الدايابيتس ميليتس. ليه يا عم؟ عشان إحنا عارفين السايزايد بيعمل هايبر جلايسيم، صح؟ لقينا بقى حتى لو السايزايد عمل هايبر جلايسيم ماشي؟ وانت اديت السايزايد في علاج الهايبرتنشن في عيان عنده دايابيتس ميليتس المورتاليتي ريت بتاع العيان ده بتقل. فاهمين قصدي ولا لا؟ نسبة الوفيات من الهايبرتنشن بتقل. فدلوقتي غيرنا كلامنا وقلنا عيان عنده هايبرتنشن ودايابيتس لازم ياخد سايزايد. ولو السكر بتاعه عالي يبقى ظبطه السكر. فاهمين قصدي ولا لا؟ يبقى اظبطوا له ايه؟ السكر. واحنا دلوقتي بناخد السايزايد في نورمال دوز ولا لو دوز؟ لو دوز. لو لو دوز مش هيعمل حاجه خالص. اتفقنا؟ يبقى اللي جدع يقول ايه هي الكلام ده مهم جدا. ايه كومبيلينج انديكيشن اوف سايزايد ان تريتمنت اوف هايبرتنشن؟ دايابيتس واسكيميك هارت ديزيز. طيب في ليه انديكيشن ثانيه السايزايد مش هيقلل المورتاليتي ريت بس ده حلو يسموها فيفرابل انديكيشنز. فكره الفيفرابل انديكيشنز لو لقيت المريض بتاعك عنده مشكلتين يعني مشكله منهم هايبر تنشن بقى مشكله ثانيه تتحسن بالسايد يعني مش هتقلل المورتاليتي ريت لكن هتحسنه. هايبر تنشن وريكارنت كالسيوم اوكساليتس صح ولا لا؟ لان الهايبر السايزايد هيحسن له الهايبرتنشن وهيقلل له الكالسيوم في اليوم. هايبرتنشن واوستيو بروزس هيبقى يحسن له الهايبرتنشن وهيرجع شويه كالسيوم يسبورت الاوستيو بروزس ما يخلوش يحصل فيه دي. فاهمين قصدي ولا لا؟ يبقى دي بنسميها فيفرابل انديكيشن واكتبوا جنب الفيفرابل انديكيشن دي مش هتقابل ايه؟ المورتاليتي. صح؟ اللي جدع بيقول لي يبقى في الاوستيوبروسيس وفين؟ في الريكارنت رينالز. وكمان هو فيفرابل انديكيشن في العيانين بس يعني دي مش تفاصيلها مش عميقه قوي اللي عندهم حاجه اسمها ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. اللي جدع بيقول لي الايزوليتد مشكله عنده سيستول عاليه قوي سيستول عاليه قوي. اشمعنى الدواء ده؟ هو انت عارف يمكن الفكره بتاعت الايه مش هقولها بالتفصيل هي الفكره في الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن انك انت عاوز تحسن ايه؟ الالاستيستي بتاعت ايه؟ البلاد فيسلز. عاوز البلاد فيسل تو ريلاكس احسن. من الرسمه دي مين الدوائين اللي ممكن يخلوا البلاد فيسلز كده تريلاكس دورينج ما الكارديك اوتبوت يعلى يحصل ريلاكسيشن مش لازم يحصل ريلاكسيشن. هتقول لي طلع لي صوتك لو سمحت.
ما تدخليش الجلسة صح؟ تطلع لي الصوديوم بفازة ما تدخلش الكالسيوم، الكالسيوم الشاهي الجلوكوز يبقى هم دول الاثنين بيستخدموا من ايزوليت السيستوليك هايبرتنشن، واكتبوا جنب الايزوليت السيستوليك هايبرتنشن اور سي سي بي اس كالسيوم شاهي الجلوكوز. يبقى مين بقى اللي بينفعوا في الايزوليت السيستوليك هايبرتنشن؟ يا سانزايد يا كالسيوم شاهي. اتفقنا؟ لو لقيت مثلا شوف تقدر تفهمه ولا لا، عيان عنده ايزوليت السيستوليك هايبرتنشن وعنده بروكيال كالسيوم. يعني كالسيوم شارب بروكس. طب عيان عنده ايزوليت السيستوليك هايبرتنشن ويز اسكيميك هارت ديزيز. ليه؟ اسكيميك هارت ديزيز ده لازم سايزايد عشان هيقلل له المورتاليتي ريت لو واحد الكومبيننج انديفيشن. اتفقنا؟ فاكرين اول انديكيشن للسيزاين كانت ايه؟ الانكومبليكيتد هايبرتنشن. شايفينها؟ اكتبوا بقى فوقيها كده سبيشالي ما كتبوا حتى الاول الاوبيز البلاك. واللي كده هيقول لي ليه بالذات البلاك؟ عشان اللورين صح؟ الاولد عشان الاوستيوبوروسيس، والاوبيز عشان الاوبيزيتي بتساعد على الصوديوم والووتر بريتكشن. لو جالك واحد اول اوبيز وبلاك ذا دراج اوف ذا تشويس از سايزايد. لو قلت لك بقى في امتحان ايه الانديكيشنز اوف سايزايد في الهايبرتنشن تقول لي ايه؟ اول حاجه الانكومبليكيتد، بعد كده كومبلين وفيفرابل. Is side effect of thiazide in hypertension. واللي كده هيقول لي ايه الفرق بين الثيازايد كدايوريتيك والثيازايد كانتي هايبرتنسيف؟ لو دوز ده دوز كبيره ده دوز صغيره. لو خدت في لو دوز كل الميتابوليك سايد افكت اللي احنا قلناها مش هتحصل. فاكرينها؟ هايبوكالينيا وهايبومغنيسيميا وهايكالوزيس وهايبرلايسيميا وهايبرجراسيميا، كل دول مش هيحصل. هيحصل الاتي فقط. اول حاجه ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن في العيان اللي عنده حساسيه من الصلب. فاكرين؟ سايزايد واللوب دايركتري سبت واحد. كان اسمه ايتاجرينيك اسيد. هتفتكروا الكلام ده. والكربونيك انهيدريس انزايم انهبيتورز والاورال هايبوجلايسيميكس، الكلام ده كله قايله قبل كده. كل الادويه دي ريليتد تو سلفا. فاللي عنده حساسيه من سلفا اللي عنده حساسيه من الادويه دي. دي ابسوليوت كونترا انديكيشن. عيان عنده حساسيه من سلفا ما ياخدش ايه سلفا. فاهمين؟ حتى لو عنده اسكيميك هارت ديزيز، حتى لو عنده ايه؟ دايابيتس اللي مش عارف ياخد الدواء كل شويه يديله حساسيه. نمرة اثنين بيعمل امبوتنس. دي موجودة برضه في الايه؟ سايد افكت اند سايزاج. بس دي مكتوب جنبها ريلاتيف كونترا انديكيشن. اللي جاب يقول لي ليه سميناها ريلاتيف؟ ليها علاقة بالايدج. فيري جود. نمرة ثلاثة بيلخبط السليب بريزم. عارفين السليب بريزم؟ العلاقة المضبوطة بين الريم والنان العلاقه المظبوطه بين الاثنين دي هي السليب. وطبعا لو العلاقه دي باظت يا ما تنامش يا تنام وتصحى متنكد. عارفين امتى تلاقي نفسك تنام كتير وصاحي مش طايق نفسك وحاسس انك ما نمتش؟ انت ما نمتش. لو خلي بالك ما تحلمش. الحلم ده بيطلع الكابتن بتاع
تمنع الاسم ده يصحى عصب الرجل هو بيلاحظ الاسم كنا زمان بنقفل العيان 100 ملي جرام هايدرو كلوكسازايد. دلوقتي بناخده في علاج الهايبر تنشن 12 ونص. ثمن الجرعه تقريبا صح ولا لا؟ جرعه صغيره قوي. هتقول لي معقول الجرعه دي افكت زي دي؟ عارفين ليه؟ طبعا الجرعه الكبيره المفروض تبقى مور افكت صح؟ ولكن اكتشفنا ان الجرعه الكبيره دي بتعمل ايه؟ انتوا فاكرين السيزاين كان بيشتغل فين؟ الادلي بارت هنا بيضرب الصوديوم كلورايد بامب هنا والصوديوم يمشي هنا مين يزمر؟ الاكتيفيتور بيطلعها عنده ستيرو صح ولا لا؟ يعني حصل اكتيفيشن للرينين انجيتنسن سيستم صح ولا لا؟ السؤال الاكتيفيشن والرينين انجيتنسن سيستم يساعدني ولا يعاكسني في علاج الهايبرتنشن؟ يعاكسني. لو خدت جرعة كبيرة هتبقى أقوى بس هتأكتيفيت مين؟ الرينين انجيتنسن سيستم فيعاكس نفسه شوية. النت افكت هو ازاي لو دوز بس خبيت كل ايه واللي جاد عليه ميتابوليك سايد افكت تماما بيموجي بيسالوها في الشكوى خلاص؟ اللي مش صح ليه ما بتقلبوش ولا اقوى؟ هي مكتوبه اهو لو دوز هايبر كلوز سايد بنقول ايه لو دوز هايبر كلوز سايد. حد يعرف بقى ادويه ثانيه من مجموعات السيزاين غير الهايبوكلوكسيدون؟ فاكرين الكلوكسيدون؟ فاكرين الاندراميد؟ ولا الهوا؟ هتذاكروا الكلام ده امتى؟ هتذاكروا الكلام ده امتى واحنا الشهر الجاي زي النهارده كده؟ عايزين نقعد بريبيرنج فور ميد يير اكزام. كان النهارده مش 9 ولا 10 10 زي بعد بكره ايه دي الاكزام؟ فلو سمعتوا ما اعرفش كل سنه بتقع عشان بتيجي في وقت تاني لو سمحت خلص الكتاب الامتحانات الغبيه دي العبيطه دي يبتدي يسجل الحاجات اللي ما وبالذات الكابينا والكارديو والباسكر احنا واخدين لو سمحت يا جماعه الامتحان نص السنه في الفارما وانا بقول اهو كلام من دلوقتي هيبقى صعب مش السنه دي طول عمره صعب واوحش نقره بتاخدوها في امتحان نص السنه اخر سنه تبقوا كويسين عشان تبقوا قرصتوا فتذاكروا الفرق فمش عاوز بقى الكلام ده يحصل كل سنه هتحمق واقول الكلام ده مفيش فايده ذاكروا فيري سيريس الامتحان اللي جاي وده هيبقى اول امتحان يعني كبير عليه 40 درجه 40 درجه 40 40 درجه 50 الأساسي
هو خزق لكم عنيف هتروحوا تبوظوا عشان ما حدش يقراها. طب واحد واخد ايه؟ خمسه وحط صفر 5 9 11 13 7. وبعدين تلاقي كل 100 واحد واحد ياخد 39 40. ولا واحد خد 40 40 سنه اللي فاتت ولا اللي قبليه. هي كانت دفعه اصلا قبل كده كانوا بايه؟ كانوا بياخدوا الفول مار عشان كانوا يخافوا من الفرق. للاسف الشديد السنتين اللي فاتوا قال لك الفرق مش مهمه، المهم التنفيذ يعني. ماشي قوي عيد قوي عليكم. وانا بقولها دلوقتي هتقول لي طب لو انا ما كنتش لسه طبعا ما اقدرش ما ذاكرتوش حاجه. لا لو ما ذاكرتوش الرينا والكاردو باسفر لسه في امان. ايوه اللي لسه في كلام جديد هتاخدوه. وبعدين السنه دي بقى مش عارف هيقولوا ايه في ال 10 درجات بتاعتهم. لو ما اتحسبوش هيدخلوكم الجنرال ريكوجنيشن في كل ليشن الامتحان اللي جاي. ويمكن نعملها تكاتيني كده ونزود 10 درجات خلاص. لو زمان ما بتتعمل 10 درجات فبيقللوا خالص الجنرال بتاعت الاسئله بتاعت الجنرال ريكوجنيشن. مشكله عاوزه منه حاجه واحده بس شخص ساكن وبين مش عارف هي شخص هو شو اللي احنا بنقوله هو ده عيله في اجازات وحاجات لو ما ذكرناش شعرنا زي مشكله مشكله واحده ونام هو بعد الاخبار دي كان بعض يا دكتور كلام حضرتك ده يروح ده هيفتح بس فين راح يتجيب الجديد الفلور كاريدور والانتيبامايد انا بفك عليهم ادويه لونج اكتف زنون بوتنت بيتاخدوا سمولر دوز فما لهمش كتير سيستميك سايد افكت. وكنا عارفين من الكدني ان كل المفروض ان الهايدروكلوبسازايد ده ومعظم السازايد بيقللوا جي اف ار بيقللوا جي اف ار ان لايك ان لوب دايركت وتعينين ميكانيزم وتعمل فلتر في السلوك. فما بقلل الجي اف ار انا كسازايد ما ينفعش استخدمه في علاج القديمه بتاعت ايه؟ الرينال فيلير. انه بيقلل الجي اف ار والعيال عنده رينال فيلير ده هيبقى الجي اف ار عنده قليل. في واحد فقط لاسباب مش هقولها بس لازم تعرفوا الدواء ده ان ده ممكن استخدمه في العيال اللي عنده رينال فيلير مع انه سلازاي. الدواء ده اسمه ايه؟ مين لازو لازو. ليه بقى؟ لو سمحت حضرتك عامل انتجريشن مع ليه بقى؟ ليه؟ عشان مش هنقول ليه؟ مش عاوز اقول ليه عشان كلام كتير على الفاضي، بس اعرف المعلومه دي ان الميتولازون ده ممكن استخدمه في الرينا. غالبا السايزاين ما بتتاخدش لوحده، بيعملوا كومباينيشن مع اذر دراجز. زي ما احنا قلنا يا بيتا بلوكر يا اما اي سي كي. طب هتدي للعيان دايلتيك لوب ولا سايزاين؟ ده راجل السازايد هو اللي بيستخدم كتير قوي في المايلد والمودرن سنشر هايبرتنشن. لكن لو العيان ضغطه عالي قوي سيفير هايبرتنشن واللي جدع يقول لي السيفير هايبرتنشن يسموها هايبرتنسيف ايه؟ كرايسيس ايرجنسي يا امبرجنسي صح؟ الايرجنسي معهاش ايه؟ تارجت اورجان دامج ده بنديله بقى الادوار القويه زي اللوب دايركت. لو العيان عنده اكيد بيما مع الهايبرتنشن اللي جاي يقول لي ليه اللوب حلو بتاع الدكتور مودي او العيان عنده سيفير هايبرتنشن وعنده رينال فيلير ليه اللوب حلو قوي؟ ها عشان عايز يحسن البيوميرفر ريجوليشن. كان في الوقتين ده كلمه حاجه واحده حد يقدر يقول لي مين الدوايين اللي كانوا بيستخدموا في علاج الايزو
العيان ضغطه مثلا 160 على 80 ماشي؟ خليها 170 يا عم. ممنوع تقال اتلي في تبروك قصدي كاسم شهر بروتر او سيزال لجرعة تقلل ال 170 دي عن 150 يعني ممنوع تقلل السيستوليك اكتر من 20 ملي متر ليه؟ لان العيان ده السوليك بتاعه مش عالي ولو انت قللت السيستوليك اكتر من 20 هتعمل سيجنيفيكانت ديكريز ان دايستوليك بلاد بريشر ولو قل الدايستوليك بلاد بريشر عن 80 التشوب انفيوجن هيبقى وحش والمورتاليتي ريت ايه اللي قلل الدايستوليك ايوه بس ايه اللي قلل مفيش دواء عندنا بيشتغل فقط على ايه على السيستوليك والعيان السيستول عنده عالي والدايستول نزيل ضروره قال اديته دواء عشان يقلل السيستوليك اما قال كمان ايه الدايستوليك ودي بتزود الدواء.